اهلا مالك اللي في مالك الحقني يا عمرو. الله 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 تعالي خش 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 مالك حبيبتي خش يا فايزه. مين عزت بارومه؟ سمكري يا طن. سمكري مش ده عيبه يا شوشو؟ ما انا اخويا برضه سمكري وبيشتغل معاه بقاله 5 سنين بس. يبقى عجوز ومتجوز وعنده عيال. بس يا نوجة والنبي مش ناقصه افلامك الهبطه دي. سنه مش كبير قوي وغني وما عندوش عيال ولا متجوز. الله، امال ايه اللي عيبه يا بنتي؟ انه حرامي يا طن، حرامي وغشاش. حرامي وغشاش ازاي يعني؟ الراجل ده ملعون يا عم، كل شغلته في الدنيا انه يسرح صبيانه على الطريق الزراعي والصحراوي عشان يصطادوا اي عربيه معجونه في حادثه موت ويشتريها من الورثه بتراب الفلوس. ده علشان يرجع بعد كده هو يصلحها ويبيعها حسابه يعني. لا امال ايه؟ عشان ياخد ورقها ورقم الشاسيه وحاجات كده ويدخلها في عربيات مسروقه او متهربه من الجمارك. يا نهار ابوه اسود. طب وانت اخوك حبيبتي شغاله في المصايب دي؟ لا والله يا عم، انا اخويا مش كده. مصطفى صحيح عصبي وغبي ومحدش بيعرف يتفاهم معاه خالص، بس طول عمره ماشي دغري وما بيقبلش على نفسه قرش حرام. عزك كان بيشتغل معاه في ورشه واحده زمان، بس كان طالع خايب وبيشرب حشيش واخلاقه زي الزفت، ولما صاحب الورشه طرده صاع شويه كده لحد ما فهم حوار الحوادث ده. عمل منها فلوس وشقه وعربيه اخر موديل، اتجوز قبل كده مرتين وطلق عشان ما بيخلفش. زيزو ازوز عيب عليك يا صاحبي، انا برضه اتاخر عن ليله العمر. ده انا لولا ان انا كنت بستقدر العروسه شويه حاجات من وسط البلد كان زماني مرابط لك هنا من العصر. طب يا اسطى مالك بالراحه مستعجل كده ليه؟ وبعدين لسه بدري على ليله العمر. بدري يعني ايه لما اقصد؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد ان ليله العمر دي هتبقى الليله الكبيره ان شاء الله، مش النهارده يعني. عن قريب ان شاء الله، وانا جاهز من مجاميع ومشطب وزي الفل. طب بقول لك، ما تيجي ناخد 2 مظبوط كده على القهوه في السريع. لا يا عم مظبوط ايه، انا جاي اشرب شربات. يا عم هنشرب ان شاء الله، انت ايه مالك مستعجل كده ليه؟ هما بس كده كلمتين هنقولهم على القهوه وما ينفعش يتقالوا في البيت. لا 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 لا، دي ما فيهاش كلام يا نوس. البنت واقعه في ورطه منيله، واقعه في عرضي، وده معناه وانت عارفاني كويس مش هقدر اسيبها لوحدها. طب وهتعمل ايه بقى في الورطه دي؟ ولا هتكلم مع اخوها، وإن حكمت قوي هديله على دماغه وخلاص. ما هو ده اللي انا عامله حسابه يا عبد الله، عشان كده مش هسيبك تنزل، خليك قاعد. يعني مش هسيبك تنزل؟ يعني الواد ده غشيم، والواد التاني ده حشاش العريس اللي بيقولوا عليه ده. يعني انت كمان تنزل معقوله تتخانق معاه وتوقف لهم وتقول لهم مفيش داعي للجوازه دي؟ انت مالك حبيبتي؟ مفيش اي خناقه هيحصل، انا فاهم كويس العيله دي من الناس واعرف اتعامل معاها كويس. طب وايه اللي يجبرك انك تنزل تتعامل معاها اصلا؟ اللي يجبرني ان بنتنا حبيبتي هي اللي مسؤوله عن اللي حصل ده كله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.